بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 22 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الليلة نعرض أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وفي مطلع لقائنا بفضيلته نرحب به، فحياكم الله شيخنا الكريم. حياكم الله وبارك فيك. مستمعين الكرام، سوف تستمعون في هذه الحلقة لعدد من الإجابات من فضيلة الشيخ، أولها عن لبس العدسات الملونة إذا كان للزينة أو كان لقصر النظر، ثم عن سؤال عن حكم لبس النساء ألبسة رجالية، وعن لبس القصير للفتاة التي لم تبلغ الحلم، ثم عن رفع اليدين في الصلاة قبل السلام، وعن أخذ المعلم بطاقة طالب لينال تخفيضا في السفر. ثم مجموعة من الأسئلة لمستمع ذكر اسمه فقط، عبد الله، يسأل عن مال أخذه ويريد التحلل منه، وعن إعطاء الزكاة لغير من أرادهم المزكي، وعن وعد بزيادة راتب لم تتم، وعن مبلغ أخذه بشارة، وعن بعض وساوس الشيطان في العبادة، وعن أيهما يقدم في السجود، اليدان أو الركبتان. ثم سؤال للمستمع مفرح من جازان عن صيام البيض والاثنين والخميس، وعن لفظ التسمية عند الوضوء، وعن عبارة سبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع. ثم سؤال عن توبة من سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وسؤال عن من رفض اختيار والده لزوجته فهل يعد عقوقا، ثم سؤال عن كيفية مداواة الحسد والعجب بالقرآن الكريم وعن الحجاب الشرعي، ثم آخر أسئلة هذه الحلقة عن تفسير قول الله تعالى إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. فإلى أول أسئلة هذه الحلقة. أولى رسائل هذه الحلقة من المستمعة رمزت لاسمها بأمة الله عين عين ميم، تقول ما حكم لبس العدسات الملونة إذا كانت للزينة أو كانت بسبب قصر النظر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كثرت الأسئلة عن هذه العدسات لأنها أمر حادث في المجتمع، ولكن إذا كان لبس العدسات لحاجة تقوية البصر لأنه ضعيف ونصح الطبيب بلبسها فلا بأس بذلك للحاج. أما إذا كانت العينان سليمتين وإنما تلبس هذه العدسات لأجل الزينة أو لأجل التصنع بها، فهذا أمر ينبغي تركه لأنه لا حاجة إليه، ولأنه قد يكون فيه تشبه بالنساء الكافرات، لأن كثيرا ممن يلبسن هذه العدسات يريدن التشبه بأعين الكافرات لتكون على شكلها، مما يشاهدنا في الصور والتلفزيون وغير ذلك. بل بلغنا أن المرأة تشكل العدسات بشكل ملابسها، وهذا من العبث الذي لا داعي له ولا حاجة إليه. نعم. فإن صاحب الحاجة شيخ تصنع أو تزين، كأن تكون تحتاجها لقصر نظرها، فيقال خذي عدسة زرقاء أو شقراء أو نحو ذلك. تأخذ عدسة مناسبة للون العينين. نعم. حسن الله إليكم. تقول ما حكم لبس البلايز الرجالية للنساء، علما أنه ليس هناك فرق بين بلايز النساء والرجال، إلا أن الرجالية تكون أزرارها بالجهة اليسرى والنسائية تكون أزرارها بالجهة اليمنى، ونحن نشتريها لقلة ثمنها عن بلايز النساء. المطلوب في ملابس النساء أن تكون ساترة، وأن لا يكون فيها زينة تخرج بها للشوارع، وأن تكون واسعة ليست ضيقة تلتصق بالجسم، وأن تكون ضافية على الجسم لا تكون قصيرة يبدو منها شيء من رجليها أو من يديها أو غير ذلك من جسمها، تكون ضافية على الجسم، وأن تكون ساترة لما وراءها فلا تكون شفافة ولا رقيقة تلتصق. كل هذه مواصفات للباس الشرعي، وكذلك لا تكون ملابس النساء مشابهة لملابس الرجال، بقوله صلى الله عليه وسلم لا
لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولا يكون فيها مشابهة لملابس الكفار، قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فإذا توفرت هذه المواصفات في ملبس المرأة فإنه شرعي، أما إن اختل شرط من هذه الشروط فإن هذا اللباس لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. تقول فضيلة الشيخ: ما حكم اللباس القصير ولبس البناطيل للفتاة التي لم تبلغ الحلم؟ هذا أجبنا عليه في السؤال الذي قبل هذا في بيان مواصفات ملابس المرأة، والصغيرة والكبيرة في هذا سواء، فلا يجوز تعويد البنات على الملابس المخالفة للملابس الشرعية ولا تربيتهن على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. المرسلة أم عبد الله بعثت سؤالين، تقول في أولهما: هل يجوز رفع اليدين في أثناء التشهد الأخير قبل السلام؟ لا يجوز هذا، لا يجوز رفع اليدين إلا عند تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع والقيام من الركوع عند قول سمع الله لمن حمد. وموضع الرابع اختلف فيه وهو القيام من التشهد الأول، هذه المواضع ترفع الأيدي فيها في الصلاة، وما عدا ذلك فإن الأيدي لا ترفع في الصلاة، ومن رفع يديه في الصلاة في غير هذه المواضع فهو مبتدع. نعم. تقول في سؤالها الآخر: هل يجوز أن يأخذ معلم ورقة من إدارة المدرسة على أنه طالب كي يحصل على تخفيض في تذكرة السفر؟ لا يجوز هذا، هذا من الكذب والاحتيال، وهذا لا يجوز، لأن ما خصص للطلاب يختص بهم، فلا يجوز التلبيس وادعى أنه من أهل هذا التخفيض وهو ليس من أهله. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بكم. المرسل عبد الله اكتفى بكتابة ذلك لاسمه، يقول في سؤاله الأول ضمن عدد من الأسئلة، يقول: أنا أعمل في مؤسسة فردية، وكان صاحب المؤسسة يعطينا الرواتب بعد تأخيرها لمدة تصل أحيانا إلى 10 أشهر. نعم. وكان معي له مبلغ باقي حسابات ونحوها، وكنت أصرف منه وأتصرف فيه بدون علمه، والآن أريد التحلل من هذا الوضع، علما بأن هذا الشخص صاحب المال مريض ولا يقدر على معرفة أحد، وتولى ولده إدارة العمل مع باقي شركائه، وعرضت عليه الأمر وكتبت سندا على نفسي بالمبلغ تقريبا، لأنني نسيت الإجمالي بالضبط، حيث لم يكن دفعة واحدة، لكن ابنه قال: سامحناك في هذا، وقطع السند، فهل علي شيء أو كفارة، وبماذا توجهني؟ أنت أخطأت في عملك هذا لأنك أمين، والأمين لا يجوز له أن يخون الأمانة، ولو كان راتبك يتأخر فطالب به، أما أنك تأخذ من مال صاحب المؤسسة بغير علمه فهذا أمر لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فلا يجوز لك أن تأخذ من ماله إلا بحكم شرعي، بحكم المحكمة الشرعية، لأن ترفع أمرك إليها، فإذا أذنت لك بالأخذ من ما عندك له لأنه ظالم ولأنه مماطل فهذا يجوز بحكم المحكمة الشرعية، أما أنك تفتي لنفسك تحكم لنفسك فهذا لا يجوز، وعليك برد هذا المبلغ، عليك برد هذا المبلغ في مال صاحب المؤسسة، وليس من صلاحيات الوكيل أنه يسامحك، لأن هذا حق لورثة هذا الإنسان، حق للإنسان نفسه ما دام حيا وهو لم يسمح، الإنسان هذا لم يسمح، أو حق لوراثته بعد موته، وليس من صلاحيات الوكيل أنه يسامح في بعض حقوق هذا الإنسان المولى على ماله، هذا ليس من صلاحياته. ولو كان ولده؟ ولو كان ولده، نعم، لو كان ولده، لأنه يقول ولده، إيه ولو كان ولده، ومجرد وكيل. نعم. والمال ليس له حتى يسمح عنه، بلا شك، المال لغيره، فعليك أن ترد هذا المبلغ في مكانه الذي أخذته منه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كان هذا الرجل يخرج زكاة ماله في رمضان، وكنت معه في ذلك، لكنه أحيانا يعطي من ليس بحاجة إلى الزكاة، فكنت أحتجز من الزكاة مبلغا أوزعه بمعرفتي، جهلا مني عن أخذ رأيه في هذا الأمر، فما الواجب علي الآن تجاه هذه الزكوات، وأنا والله لا أعلم مقدارها إلا بالتقريب، حيث مر عليها سنوات، وحرصت في السنوات الأخيرة من العمل على البعد عن هذا الموضوع نهائيا، فهل علي إخراج تلك الزكوات مرة أخرى من حسابي، علما بأنني في توزيعي لها سابقا كنت أوزعها على أناس أعرفهم وعلى نفسي وعلى أهلي جهلا ودون مبالاة مني، ساعة تمكن الشيطان كفانا الله وإياكم شره. توزيع الزكاة نيابة عن الغير لا يجوز إلا بإذنهم، لأن الزكاة عبادة تحتاج إلى نية عند إخراجها، فلا بد من توكيل من تجب عليه أن يوكل من ينوب عنه في توزيعها، وأنت لم توكل في هذا العمل، ثم إنك ذكرت أنك تأخذ لنفسك ولأقاربك، وهذا أمر لا يجوز. على كل حال الواجب
عليك رد المبلغ لوكيل هذا الذي أصابه القصور، ترد المبلغ إلى وكيله الشرعي وتخبره بأن هذه زكاة كانت عنده وصرفها بغير إذن صاحبها، نعم، وهو يتولى هذا الأمر نيابة عن الموكل، نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: كنت قد عزمت على السفر إلى بلدي نهائيا لقلة الراتب، فوعدني ابن صاحب العمل بزيادة راتبي، وحين مرور سنة أو أكثر سألته عن موعده فقال: كنت أهدئك فقط حتى لا تسافر، فهل يعتبر ذلك حقا لي في الآخرة إن لم يعطني ما وعدني؟ الوفاء بالوعد مشروع مستحب، ويرى بعض العلماء أنه واجب يجب عليه الوفاء به، فعلى كل حال ينبغي لهذا الواعد أن ينفذ ما وعد من ماله هو، من ماله هو لا من مال غيره، أن يفي بالوعد من ماله، لأنه هو الذي التزم بذلك، هذا الذي ينبغي له إبراء لذمته، نعم. يقول: في إحدى المرات جاء بعض العملاء وكنا نشتري منه بضاعة، وجاء يطلب باقي حسابه، نعم، وهو أقل من حسابه المسجل لدي، فقلت له هذا الكلام، فاستبشر الرجل وقال: هذا مبلغ مقابل نصيحتك لي. قلت: إنما هذا لله، لكنه حلف علي أن أخذ المبلغ فأعطانيه على دفعتين، فهل علي إثم في ذلك؟ إذا كان أعطاك هذه الزيادة وهذا المال بطيبة من نفسه فلا مانع من قبول ذلك، نعم. يقول: بعد التوبة لله عز وجل والحمد لله والشكر له ليل نهار، يتلبس الشيطان في أمور كثيرة قد تكون ليس فيها شيء، حتى في الصلاة في القيام، يقول: ماذا تصنع لك هذه العبادة وهكذا، فبماذا توجهونني؟ نوجهك بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في بداية الصلاة بحضور قلب، وإذا وسوس لك الشيطان في أثناء الصلاة فارفض وسوسته ولا تلتفت إليها ولا تهتم بها، فإذا رفضتها وتركتها ولم تلتفت إليها فإن الشيطان يبتعد عنك بإذن الله، نعم. في آخر أسئلتي يقول فضيلة الشيخ: أفتانا شيخ في بلدنا بأن السجود على اليدين أولا قبل الركبتين، وقال هناك حديث فهمه معظم العلماء مقلوبا، فهل قوله صحيح؟ هذه مسألة خلاف بين أهل العلم من المحدثين وغيرهم، والأمر فيها واسع والحمد لله، فإذا كان الإنسان يحتاج إلى وضع يديه قبل ركبتيه لكبر سن أو لمرض أو لضعف فلا بأس بذلك، وإن كان قويا فالأفضل أن يضع ركبتيه قبل يديه، هذا هو الأفضل، نعم. حسابكم الله. المرسل مفرح من جازان بعث عددا من الأسئلة، يقول في أولها: من كان يصوم أيام البيض من كل شهر لكنه صام ثلاثة من شهر متفرقة ليست الأيام البيض، وصادف بصيامها أيام الخميس والاثنين، فهل تحصل له فضيلة أيام البيض مع فضيلة صيام الاثنين والخميس؟ المشروع صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وإذا وافقت أيام البيض فهو أفضل، وإلا يجوز أن يصوم الثلاثة من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره، وأما صوم يوم الاثنين ويوم الخميس فهو صوم مستقل عن صيام الثلاثة، صوم مستقل ثلاثة من كل شهر، وأما الاثنين والخميس فمن كل أسبوع، فهذه عبادة وهذه عبادة، ولكن لعله إذا صادف صوم الثلاثة من الشهر صادف يوم الخميس أو يوم الاثنين أن يكتب له الأجر في العبادتين، نعم. يقول في الشق الآخر من سؤاله الأول: في الحديث وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، هل معنى الحديث أن من صام ثلاثة أيام من كل شهر لابد أن يواظب على صيامها، أم أنها حسب استطاعته؟ لا يجب عليه المواظبة على صيامها، لأنها سنة، والسنة من فعلها فله الثواب ومن تركها فلا عقاب عليه، نعم. يقول في السؤال الآخر: من المعلوم أن التسمية لابد منها عند الوضوء، فهل التلفظ بها بصيغة بسم الله الرحمن الرحيم أم بصيغة بسم الله فقط؟ فقد سمعت بعض الناس يقول: لا يجوز أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهل إذا نسيت التسمية في الوضوء وذكرتها في أثنائه أسمي أم قد فات محلها؟ التسمية عند بداية الوضوء واجبة عند الإمام أحمد رحمه الله وسنة عند الجمهور، فينبغي الإتيان بها عند بداية الوضوء، وصيغتها أن يقول بسم الله فقط ولا يأتي بالرحمن الرحيم، لأن هذا شيء لم يرد، إنما ورد تشريع التسمية فقط بسم الله، وإذا ذكرها في أثناء الوضوء فإنه يسمي في أثناء الوضوء ويستمر في وضوءه، يسمي ويكمل وضوءه، نعم.
سامحكم الله. يقول في آخر أسئلة فضيلة الشيخ: في دعاء الركوع والسجود لفظة وبحمده، في أي كتب الحديث جاءت هذه اللفظة؟ لأنني سمعت بعض الناس يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده، ولم أجد هذه العبارات كما أوردتها لكم كاملة في مثل كتاب الأذكار النووي والكلم الطيب، أرجو إفادتي عنها، هل هي جائزة أم لا، وفي أي كتاب وردت؟ أما الجواز فهي جائزة لأنها نوع من الذكر وإكمال لهذا الذكر، وأما المرجع فعليك بمراجعة الصحاح من كتب السنة، صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربع. نعم، أحسن الله إليكم. المرسل أبو فهد يقول: قبل 5 سنوات كنت غير محافظ على الصلاة ولا الصيام، وارتكبت ذنوبا كثيرة، حتى إنني في بعض الأيام صدر مني سب لله وللرسول وللدين 3 مرات متفرقة، وأنا الآن الحمد لله تائب إلى الله ومحافظ على الصلاة والصيام، لكني خائف ألا يقبل الله توبتي بعد تلك الذنوب، فبماذا توجهونني؟ الحمد لله الذي وفقك للتوبة، الحمد لله، وما دمت قد تبت توبة صادقة فإن التوبة تمحو ما قبلها، الحمد، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله. وفي الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فعليك بالاستمرار على التوبة ولا يضرك ما مضى. الحمد لله. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فما دمت قد تبت إلى الله توبة صادقة فالحمد لله ولا يضرك ما سلف. وأما كونك تندم على ما حصل فهذا دليل على صدق التوبة، لأن من شروط التوبة الندم على ما فات، فهذه علامة خير والحمد لله. نعم، أحسن الله إليكم. سوداني مقيم بالمملكة العربية السعودية يقول: بيني وبين والدي خلاف في موضوع الزواج، فأنا أريد اختيار زوجتي بنفسي، لكن والدي يرغب الاختيار بنفسه ومن داخل الأسرة، وأنا أرفض اختياره، فنشبت بيننا مشاكل. اختيار والدي لا يناسبني ولا يسعدني في حياتي الاجتماعية كما أرى، وبسبب الزواج صارت تلك المشكلة، حتى انفصلت عنه لمدة 5 أعوام، لا يوجد سبب آخر إلا الزواج. هل خلافي مع والدي أكون فيه عاق له وهو في زواجي، وبماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا وتوجهون والدي. أولا ينبغي التفاهم بينك وبين والدك والصلح بينكما، ولو تنازل أحدكما عن رأيه لرأي الآخر لتحقيق المصلحة والوفاق، فإذا لم يحصل هذا وتعصب الوالد لرأيه فلا تلزمك طاعته في هذا، بل عليك أن تختار الزوجة الصالحة لنفسك، والأمر يتعلق بك ولا يعد هذا من العقوق لوالدك، لأن هذا شيء من حقك. نعم، الحمد لله. المستمع ياسين ميم من المدينة المنورة يقول: كيف يداوي الإنسان قلبه من الحسد والعجب من القرآن الكريم؟ كيف يكون دواء ذلك من القرآن؟ وكيف يكون القرآن شفاء للإنسان؟ ونحن لا نشك في أن القرآن شفاء كما أخبر ربنا عز وجل في كتابه، لكن نسأل كيف الطريقة، أثابكم الله. الطريقة هي الإيمان بما ذكر الله سبحانه وتعالى، واعتقاد أن القرآن شفاء كما ذكر الله عز وجل، والإكثار من تلاوته بتدبر وحضور قلب، واستعمال القرآن للرقية من المرض، واستعمال القرآن للشفاء من الشكوك والشبهات بحضور قلب ويقين، وستجد أثر ذلك إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. المرسل ألف ميم عين من اليمن يقول: ما الحجاب الشرعي للمرأة؟ وهل لبس البرقع حرام مع العلم أنه لا يظهر شيئا من الحاجبين ولا الأنف؟ جزاكم الله خيرا. حجاب الشرعي للمرأة هو ما يستر جميع بدنها عن الرجال، هذا هو الحجاب الشرعي الذي يستر كامل بدنها عن الرجال، ولا يكون ضيقا ولا شفافا ولا يكون قصيرا ولا يكون فيه زينة عند الخروج ولا يكون فيه تشبه بالكافرات أو تشبه بالرجال، هذا هو حجاب المرأة المسلمة. وأما لبس البرقع فإذا كان من عادة نساء البلد أو نساء البادية لبس البرقع بشرط أن لا يبدو منه إلا العينين فقط، فهذا جائز، لأن هذا هو استعمال نساء هذا المجتمع الذي تعيش فيه. أما إذا كانت تعيش في مجتمع يغطي النساء وجوههن بالكامل ولا يستعمل الحجاب، فإنها لا تخالف ولا يستعملن البرقع أو النقاب، فإنها لا تخالف ما عليه نساء البلد. نعم، وهذا أكمل بلا شك، أن عدم استعمال البرقع أكمل الحجاب وأستر للوجه. نعم، السلام عليكم. في سؤال آخر يقول الله جل وعلا: إذ أنتم بالعدوة
الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ما تفسير هذه الآية الكريمة وما المقصود بالعدوة الدنيا والعدوة القصوى؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. هذه الآية في غزوة بدر حين التقى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة بالمشركين من غير موعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بأصحابه يريد أخذ العير القادمة من الشام لقريش الذين أخرجوهم من ديارهم وأموالهم وسلبوهم حقوقهم وظلموهم. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينتصر للمسلمين من هؤلاء الظلمة وأن يأخذوا هذه البضائع القادمة لأعداء الله ورسوله الذين في مكة وظلموا المسلمين وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم، ولكن الله أراد غير ذلك، أراد أن يلتقي المسلمون والكفار وأن تحصل المعركة وينتصر الإسلام على الكفار. وأما العير فإنها نجت، لأن قائدها أبا سفيان ذهب بها مع طريق آخر من طريق الساحل. فهذا هو معنى قوله إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة، ويعني قريش كفار قريش بالعدوة القصوى، والعدوتان في بدر اسم موضعين في بدر، والركب أسفل منكم أي العير ذهبت مع طريق آخر ولم تلتقي بالمسلمين وسلمت. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إخوتنا الكرام، تفضل بالجواب عن أسئلتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الجواب، وشكر لكم حسن استماعكم، ونحن نتلقى أسئلتكم على عنوان البرنامج الدائم المملكة العربية السعودية الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله والسلام عليكم.